احنا 100 مليون مس على كل الناس وكل حبايبنا وكل الناس المشتركه عندنا وكل الناس المشتركه عندنا. زي ما جينا قلنا قبل كده، صلي على النبي وصبعك الجميل، اعمل لنا لايك واشتراك وشير عشان يجي لك كل مليان جيبك فاضي مع احمد مايكل هتبقى راضي. نفس القعده دي ولكن الطقم متغير. ايه رايكم بقى في الشورت وشغل وحركات ده؟ اي خدمه. طبعا كنا عاملين فيديو بناء عن اخ اسمه بلال كان عامل مشكله وكلمني هو وواحد صاحبه اسمه ابو عدين، كان مكلمني عشان قال لك في شغل نصب وفي شغل ناس واخده مني فلوس وناس واخده مني كلاب. المهم انا جيت عملت الفيديو. طبعا احنا لما بنيجي نعمل فيديوهات كده اهو، همنا اول حاجه اللي الحق يروح لاصحابه وما عادش يتكلم على حد، وكل واحد يبقى نفسيته مرضيه عن التاني. طبعا انا لما جيت عملت الفيديو، السبب الرئيسي اللي نعمله للفيديو ده ايه؟ اللي نتواصل مع الناس صحاب المشكله عشان نقدروا نحلوها و ما يبقاش فيه اي كلام، لان عارفين الكلام اللي زي دوت بيجرح وبيزعل. وطبعا احنا في شغله واحده، ما ينفعش ده يتكلم على ده وده يتكلم على ده، لان احنا كلنا في دايره واحده، فما ينفعش، لازم كلنا نبقى اصحاب واحباب وكلنا نتمنى الخير لبعض. طيب القصه كانت مع احمد البابا. احمد البابا اتكلمت وعملت الفيديو، عملت الفيديو عن بناء عن استاذ بلال. طبعا لما عملت الفيديو اتواصل معايا، يعني الحمد لله ان الفيديو عمل نتيجه بسرعه وقدرنا نحل المشكله بسرعه، وده في حل ذاتها حلو قوي قوي قوي، وده مفرحني. وبرده اتقربت اكتر من الناس دي. احمد البابا، طبعا انا مش عايزك تزعل او اي حاجه، انا كده كده كلمني هو في التليفون، جاب نمرتي وكلمني وقال لي انا دلوقتي بعت واشتريت مع صاحب الحاجه. الاستاذ بلال لما جاء اشترى النتايه من احمد البابا، اخذ منه نتايه جميله حلوه ضخمه. طبعا البيع والشراء دوت بيختلف الاسعار من واحد لواحد لواحد لواحد، دي عادي. فطبعا باع له النتايه على اساس اللي هي هتحيد بعد فتره، الحيطه اتاخرت، الحيطه عملت، فطبعا الراجل داخل مشروع وعايز يرزق بسرعه. طبعا الرزق بسرعه دوت صعب، مش هتلاقيها تمشي معاك. المهم اتصل باحمد بابا تاني وقال له انا مش عايز النتايه دي، النتايه ما حضتش. قال له طب معايا نتايه شربوني. طب انت هتاخد نتايتي بكام؟ طبعا انا دلوقتي لما باجي ابيع لك بسعر ما باخدش الحاجه طبعا بنفس سعرها، وما باخدش الحاجه لازم اشوف الحاجه نفس مستواها زي ما انا عديتها لك ولا لا. طبعا احمد البابا لما راح له يشوف النتايه لقى النتايه متبهدله وخاسه، وكان بعت لي برضه صورتها، وصورتها برضه هحطها لك. طبعا فرق شاسع بين النتايه كده وبين. المهم اخذ منه النتايه، اشتراها بسعر طبعا اقل، والتاني برضه موافق. طالما انت وافقت على الشراء والبيع يبقى ما تتكلمش، ما فيهاش اي جدال. المهم جاء اخدها منه واخدها بسعر زي ما هو عايزها، طالما انا موافق يبقى انا خلاص ما ارجعش اتكلم ولا اشتكي. اخد منه نتايه ثانيه، نتايه ما شاء الله برضو الفيديو بتاعها تحفه اهي، ادي دي النتايه. ولما قعدت عنده بقت حاجه ثانيه خالص، النتايه اتبهدلت وعملت. دي قصه احمد بابا. يعني هنا القصة مفيش ولا نصب ولا في أي حاجة من الكلام اللي قالها أستاذ بلال. كل الاختلاف كان بيع وشراء والأسعار. دي كلها عادي، دي شغلة بتاعتنا كلنا، بنرزق وكلنا بنبيع وكلنا بنعمل أي حاجة. يبقى هنا أحمد البابا مفيش أي اختلاف معاه في أي حاجة. أنت اشتريت مني بتيجي تبيع لي أنا باخد بسعر. والله ده عرض وطلب. انت موافق كان بها، انت مش موافق يبقى مفيش مشكله. يبقى هنا احمد البابا مفيش بقى شغل نصب، مفيش شغل افتراء، مفيش الشغل دوت.
طبعا انا بعمل الفيديو دوت عشان بنقدم اعتذار لاحمد البابا اللي انا كنت فاهم الموضوع عكس كده خالص، برضو عن كلام استاذ بلال اللي انت ما رضيتش ترجع له واللي انت اخدت منه وعملته وسويت. طبعا انا لما اتواصلت معاك لاني انا ما كنتش اعرفك، انا لما نزلت الفيديو بناء عشان اول ما حد هيشوف الفيديو هتتواصل معايا، فعملت نتيجة كويسة اللي انت تواصلت معايا وعرفنا القصة وطلعت اللي انت مفيش شغل نصب ولا اي حاجة. ده بالنسبة لاحمد البابا، راجل شغال وراجل تمام وراجل بيبيع وبيرزق زيه زينا، مفيش اي مشكلة. طبعا الفيديو دوت عشان مفيش حد يتكلم ويقول لك احمد البابا نصاب او كده، اهو مفيش الكلام دوت. انا لما عملت برضو الفيديو لاخر مره، اهو عملت الفيديو عشان اشد على طول الناس نلحق نخلص القصه على طول بسرعه، لان برضو الكلام كان من جهه واحده. لما قعدت اتكلم من هنا واسمع فويس من هنا واسمع فويس من هنا، قدرنا اللي احنا نحل الموضوع ونفض الاشتباك اللي كان معاهم دوت. بالنسبة لأحمد البابا خلصنا الدنيا وتمام ومية مية ومفيش أي مشكلة. حودة عسلية تواصل معايا، راجل برضه ذوق وأخلاق والراجل اتكلم بكل احترام. حودة عسلية أخد منه كلب اللي هو الرويال بلاي، أخده منه تعبان غير ما كان في الفيديو، أخده باعه واشترى وتمام. كان أستاذ بلال برضه كان معاه نتايه اخدها منه محمد وما رضاش يديها له، اتدخل حوده عسليه وراح جابها من الراجل اللي يعتبر كان مبدد عليه، يعني عمل معاه واجب وراح اخدها وكان هيشتريها، راح قال له سعر وبعد كده اختلفوا في السعر. يعني برضه محمود عسليه كان اختلاف في الاسعار، برضه مفيش ولا شغل نصب ولا شغل تبديد ولا شغل اي حاجه. الراجل برضه حوض عسليه لو كان عايز ينصب عليه قال لك ده هو بعت لي الفلوس قبل ما ابعت له الكلب ولا يبعت الكلب. يعني الراجل لو كان عايز ينصب عليه كان نصب من اول مره، بقى هو بعت له ال 14000 جنيه كان ما كانش ولا بعت له كلاب ولا اي حاجه وقال له ايه؟ اضرب دماغك في الحيطه. طبعا الحمد لله اتدخلنا، وكلمة من هنا مع كلمة من هنا اهو قدرنا ان احنا نحل المشكلة وما يبقاش في اي تصادم مع اي حد ولا في نفوذ متشالة من اي حد. ودخل في الموضوع اوشا حبيبنا من الجيزة، برضو دخل في الموضوع وراح لحودة وحل برضو القصة اللي النتاية كانت قاعدة عند حودة وبيأكل وبيشرب وبيراعي واختلاف في السعر. فطبعا الراجل هيروح اللي هو استاذ بلال هيروح لحوده وهيتعمل له برضه فيديو هو هناك عشان يبقى مفيش اي خلاف ولا فيش اي حاجه، هياخد كلبته ويدفع ثمن العربيه وثمن القعده او ثمن المشوار اللي هو راح جابها من محمد. طبعا برضه حوده عسليه كان اختلاف في الاراء، الراجل برضه ولا نصب ولا عمل ولا بدد ولا حاجه، ده حوده برضو عمل واجب معاه وراح جاب كلبه من اللي اسمه محمد اللي كان مبدد على استاذ بلال. فكده الحمد لله احنا بننزل الفيديو دوت عشان نعرف الناس اللي احنا الحمد لله حلينا القصه، والحمد لله اتحلت بسرعه ما اخدتش وقت طويل، ودوت برضو عشان الناس كويسه والناس حلوه واتجاوبت معانا كويس وعرفنا قدرنا نخش نسمع من الطرف ده ومن الطرف ده ونحل المشكله. كده يبقى احمد البابا ولا نصب على الراجل ولا اي حاجه ولا في اي كلام من الموضوع دوت، وتواصل معايا وكلمني وان شاء الله برضو هنزل ان شاء الله الجمعه الجايه دي هتلاقوني في القاهره مع احمد بابا ان شاء الله ومع حوده عسليه، ويا رب يا رب ما يحصلش اي حاجه مشاكل لاي حد، مش شرط احنا لان احنا طبعا في شغله وارد اللي ده يختلف مع ده يختلف مع ده يختلف مع ده، الاختلاف في الاراء او في الماده ما
ما فيهاش مشكله، لكن احنا لما بنسمع حاجه عن اي حد في الغيه بنحاول ان احنا بنجري على طول عشان نصلح ما بينهم، وعشان ما يبقاش في حد شايل من حد وما فيش حد يجيب سيره اي حد بحاجه وحشه. ده كان مضمون الفيديو القديم بتاعنا، وعملنا الفيديو دوت برضو عشان نعرف الدنيا كلها اللي خلاص الدنيا المشكله اتحلت وما فيش اي مشكله. حماده البابا راجل 10 على 10، ربنا يزيده ويكرمه خير ان شاء الله. حوده عسليه حبيبنا وراجل زي العسليه زي اسمه من الجيزه، وان شاء الله هنقابلكم واحنا معاهم ان شاء الله يوم الجمعه الجايه، وانتظرونا ونقابلكم في فيديو جديد.